نبقاو دائما في هذا الشيء ديال العطلان شي حاجه اللي تبغي يبغيو الوليدات عطيك عاصي وندوزو بين الوليدات هذه الكيزه يلاه نمشيو نختموا بالعصير اذا واخا حبيبه ديالي هذا العصير فعلا راه سبق لي انا عطيته ولكن مزيان دابا مزيان دابا الوليدات صافي مزيان اياه بما اننا في العطله وكاين الموسم ديال الليمون والحامض مزيان يلاه مزيان الوقايه كذلك كيف ما قالت استاذه اسماء زريول الصباح مزيان الحامض والليمون في هذه الفتره دابا في هذه الوقيته ومع هذه البيتزا خلاص الا حطيناها اليوم في الاشياء في العشاء راه وجبه رائعه اكيد يلا عطينا المقادير للعمينه عندنا لنا كناخذوا جوج ديال الحامضات جوج الليمونات اييه جوج حامضات وجوج ليمونات على فكره هاد جوج حامضات وجوج ليمونات راه كيعطيونا جوج يطرب العصير مزيان بمعنى ايه اكيد غادي يجي كثير ناخذ الليمون والحامض كنغسلوهم بطبيعه الحال مزيان وكنحكو دوك الزيت ديالهم الفوقا اللي كنحكو غير القشيره الفوقانيه ما نوصلوش لديك الماره ايه واخا نحكو ديال الليمونات ونحكو ديال الحامضات ونديروهم في الميكسور اللي غنطحنو فيه العصير وكناخذ ديك الحامض كنعملوه في العصاره هكا اليدويه غير هكا اللي كنعصرو بها ايه نعصرو دوك جوج حامضات نكبوهم ثاني الما ديالهم على ديك على ديك القشيرات بالنسبة لليمونة كنقردوها نقردوها صافي باش كتخلي لينا باش كتخلي لينا في العصير باش نلوب بحال بحال كتقلي بدالة صافي بحال اللي كيتباع على برا بحال اللي كيتباع اها صافي كنشدو الليمونة كنقطعوها كنحيدو ليها بعد ديك القشيرة البيضاء الفوقانية اللي بقات وكنقردوها الا كاين شي عضيمات كنحيدوهم وكنقطعوها طريفات ونرميوها حتى هي في الميكسور مع هذاك الشيء مزيان وكنزيدو واحد قياس جوج كيسان هكاك ديال الماء ولا هذا باش نطحنو غير قياس باش نطحنو اييه والسكر غنخليوه حسب الذوق لان كل واحد كل واحد على حساب شنو ودابا الليمون حلو ما فيها بس انهم لا استغناو كاع على السكر غير على ودي كيدخلوا دوك الحامضات وهذا ربما يجيهم شويه هذا اللي بغى يضيف ديك الساعه كيف ما قلتي كل واحد عينه ميزانه تبارك الله عليك لاله امينه صافي ملي كنطحنوا هذا وكنكملوا بنتي كنشدوا شي قرعه اللي كتعبر جوج يطرو اييه كنكبوا هذا العصير هذا هو الاول وتمشيو ونعمروا عليها الماء كنكملوا فيها جوج يطرو بالعصير اللي عصرنا واخا صافي كنقدموها راه اللون ديالها كيجي في واحد الصفر غزال وكيجي بحال اللي كتحطي لهم شي حاجه تجبدي عليهم من برا مزيانه لاله صافي دابا المستمعات الكريمات اللي جالسين غادي يوجدوا اليوم ويردوا علينا الخبر شكرا جزيلا لك على هاد الوصفات كلها هي اللي قدمتي لنا ومباركم سعود مره اخرى بالمولوده الجديده تربى في عزكم لاله امينه شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم مستمعينا الافاضل انتم